اتحدى الحدة وهات الرد، لا ترددن وقع الجد، حل اللغز وعد وعد، لما بغني لك موال برنامجنا ولكم فيه، خلينا الشعر تأدي هدف الخيرات وراعي فانوس وتمرة وهلال. مساء الخير لكل المشاهدين. أكرم جاهز؟ تحدى الحدة اليوم بدم حامي من عين الحلوة، أكبر مخيمات لبنان يا صهيب، مخيم تاريخه عريق طبعا، بتحدث عن نفسه من أسطورة 82 لليوم. بتعرفوا شو يعني عين الحلوة، بتعرفوا شو يعني الفصائل منصهرة بقلب واحد على رأي رجل واحد. نعرف هون شو شعبنا متمسك وما زال الحلم. أعطينا بس بداية الحلقة الكاميرا هون تشوف الناس بعينها كيف لما نحكي عن حلم صهيب، وكيف انه ما زال من جيل لجيل بتورث، وما زالت القدس، ما زالت الكوفية، ما زال كل الحلم والأمل هذا الناس بتعلمه بتورثه الجيل بعد جيل. والبرتقال تبع يافا وحيفا وعكا والجليل وبيارات قلقيلة. صهيب كيف نفسيتك واحنا في عين الحلوة؟ النفسية اليوم منيحة، هالرسمة إلها ريحة، صحيح عبق الثمرة، عبق الثمرة ومريحة للنفسية بهذا اليوم. يا شوف القبة الذهبية وعلى حد الكوفية، هذا رمز فلسطيني، يعني عليهم ما في خوف. يلا من يافا البرتقالي، عين الحلوة يا شباب. واستنى بدورك في الحلاقة، احنا بنحكي لك نعيما على كل حال، يعني نعيما سلم ايديك. تعرف تغني له اغاني الحلاقة وهيك تبعت العرس الفلسطيني وهيك؟ ايه تعرف؟ تعال صهيب تعال يعرف. تعال طيب بقول لك حلاق سمعوا. حلق يا حلاق بالموس الذهب، وحلق يا حلاق بالموس الذهب، محلك على العريس عنوان الأدب، محلك على العريس عنوان الأدب، وحلق يا حلاق وتمهل عليه، وحلق يا حلاق وتمهل عليه، هون أحباب الناس كلنا حواليه، هون أحباب الناس كلنا حواليه، وحلق يا حلاق وامسح له بمنديله، وحلك يا حلاك وامسح له بمنديله. على كل حال الزلمة متجوز يا صهيب، هلا هيك بنعمل له مشكلة. نعيما نعيما يلا تعال. شو اسمك انت خالتي؟ اسمي فتحية. فتحية من وين انت يا فتحية؟ انا من بلدة لوبيا. اسمع استني يا خالتي استني. يلا بدي ربي لوبيا. لوبيا هاي وين؟ قضاء عكا يافا حيفا. قضاء طبرية. طبرية سهل يلا. المرج الشرقي لفلسطين الشمالي. يلا شوفي اسمع تربحك يلا. شوفي ما اسهلها. طيب بدي اغني لك هالشيء وتعرفي يا خالتي. بدنا ننور الكاميرا فيك، لف هيك خلينا نشوفك. ماشي اسمع. الله بارك كل ما حوله ارض. طيب القبله الاولى في صلاه المسلمين واللي بيصلي فيه السني والفرض، عن 500 عند الله مسجلين. شو هالمسجد؟ اي مسجد الاقصى. يا سلام لحالها، واضحه الامور يعني. ربحناك ولا لا؟ هاي 100 دولار مقدم من مؤسسه فاتن. وشكرا مبارك. وتلفزيون فلسطين وكل الشعب الفلسطيني بكل رمضان كريم. شكرا شكرا. يلا روحي كل عام بخير. كل عام بخير. يعطيك العافيه. تعال تعال شوف ايش الزلمه هسه جاي. تعال يا عمي كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. بخير. انت من هون من عين الحلوه؟ هي تعرف عليك اولا. احنا من تلفزيون فلسطين. اهلا وسهلا خالد. شو رايك نتحداك هيك تحدي ونشوف اذا عندك قدره تربح معنا؟ تفضل يا اخوي. انت من فلسطين؟ اه. من وين من فلسطين؟ من الخالصه كريات شمونة. هاي اللي بدنا نسمعها، اللي اقيمت عليها مغتصبه كريات شمونة. أيوة. يعني اقصى شمال فلسطين. ايوه مظبوط صحيح. طيب صهيب بدي اسالك زميلي بس سؤال. شو يعني خايف؟ بدي اغني لك يا زجل بس. انت عليك تعرف الجواب مش اكثر. العام الماضي وفي رمضان بالقدس العربية صارت حملة من العدوان، ضد شرسة وقوية لا تهجير ولا استيطان، 200 وحدة سكنية لكن شباب وفرسان ونسوان وخوات رجال. بحكي عن شيء العام برمضان صار أحداث، واللي بعرفوش عرفوا واللي بعرفوا قرأ عنه،
وهيك اشي في القدس العام الماضي اللي قام هاي الشيخ جراح مزبوط كل احترام مزبوط جاهز هون فاز انا فاز. انا الزلمه فاز ربنا الله ولا حاله خالتك بدك تسالها سؤال غير انا الزلمه فاز بدنا نربحه خذ هاي ربح تفضل هاي احسن 100 دولار لك مقدم مؤسسه فاتن تلفزيون فلسطين بقول لك كل عام وانت بخير صايم اسال لي اياها بما انه عندك يلا لعيونك اسمع خالتي ريحته بكل القدس بتفوح خبزه سمسم والذهب لونه واللي زيارة على القدس بيروح ما برجع من القدس من دونه يا بيي انت الروح على القدس ان شاء الله الله كريم انت الروح حابة تروح يعني يا شو حب انا خلقانة سنة 43 خالتي بدك تروح على القدس وتاكلي كعك من القدس تعرفي هذا المسمسم وهيك يا كريت وكريت انت الله كريم انت الله كريم الله كريم الله ان شاء الله قريبا هاي من تلفزيون فلسطين وبقول لك كل عام وانت بألف خير حبيبي الله يبارك فيك بخير وانت بخير حبيبي يلا رمضان كريم عليكم دموتك الله يسعدك ويرضى عليك يا رب الله يرضى عليك حبيبي خليلي يلا نشوفكم هناك ان شاء الله بالحل ومبروك المال في السيارة ونص السوق وقف شغلك لو ملحوق خذ وقتك وتهدى وروك وفهمنا برد العقاب يلا صهيب هاي اخونا هون السلام عليكم عليكم السلام كيف حالكم وبركاته والله الحمد لله كيفك منيح الحمد لله عرفنا على حالك يا اخي يحيى سعيد شبيطه من حطين قضاء طبريه من حطين كل احترام بلد اللي انتصر فيها صلاح الدين الايوبي يعني عليك نحن في بلد لبنان احلى بلد بلد مضياف اصحاب الكرامه والشهامه استقبلونا وداروا بالنا علينا مبسوط فيكم في لبنان بدي اسالك سؤال تفضل حطين نعم اللي انتصر فيها صلاح الدين ايوه تعرف انه من اكثر بلاد العالم خصوبه طبعا مرج بجنن وارض حلوه طيبه يا شعب عسيق صهيب يعني مرج بني عامر الحطيني بتعرف انه بني عامر ابو سعيد الحطيني كان شاعر اسمع خليني احكي يا زلمه تفضل سامع بحداي شعبي والقوف وزجل وعتابه أيوة. يا حلالي ويا مالي يا عين عليك كان في واحد من حطين اسمه الحطيني ابو سعيد الحطيني يا عين عليك اذا ما طلع عمل الحطيني الفطيني اعور من عين اليميني ان قابلون الاعداء قطعهم تقطيع الفرفحيني يا حلالي ويا مالي ردوا علي هذا ابو سعيد نعم ولا سعيد ابو سعيد الحطيني يا سلام بدون اعرفه اكثر منه تعرف فكره هو لمح لإشي هي مش تنمر هو كان اعور في عينه اليمين فمن خوف حدا يعايره او يتنمر عليه اول ما يبدا يغني يقول انا الحد الحطيني اعور بعين اليمين يا سلام بدايته هاي كانت عجبتني تنمر على كل حال اسمع بدي اسالك سؤال حلو كثير اعطيه هديه لك ولها الصبية ماشي حلو تفضل اسمع ما دامك حطيني موجود بفلسطين بالوديان وعند العيون ودفقه الجريان الله وبتل مشهورة بكثرتها وباسمها سورة من القرآن بحكي لك عن شيء فاكهة ولا شيء ثمرة بفلسطين موجودة بالوديان وموجود يا عيني عليك عبقري هذا الزلمة من حطين شو هالحطين يا حطين أحسن ثمرة طيب ليش عرفت لجسم الإنسان شو اللي خلاك تعرفها ولو ما أكيد عشان بالكرة بالوديان. موجودة بالقرآن وبتل مشهورة فيه والتيني والزيتوني طب بتعرف تل بتعرف تل ما بشهر الله يتعرف التل بتبكى لا لا ما يعني مستحيل 100% تل قرية في نابلس تل في نابلس أكثر بلد مشهورة في زراعة التين إله موسم خاص فيها التين وعندنا في بورين كمان ملاني حياكم الله وحيا فلسطين طيب الله يرضى عليك هاي 100 دولار من مؤسسة هذه لكم وشكرا لكم وكل عام وانت بخير انت وياها هي لكم حتى يرد تعال يا عمي تعال تعال احكي لي كيف حالكم انتوا فلسطينيات الحمد لله بتعرفي انتوا من وين من فلسطين جد من وين قضاء صفد قضاء صفد مش عارف اسم البلد يعني بلد شو اسمها من صفد وانت من وين ناعمه انت ناعمه وحلوه اموره ما شاء الله عنك شو رايكم اسالكم سؤال هيك ونربحكم إذا ربحتكم التنتين 100 دولار تقسموها بينك وبينها؟ أكيد اتفقنا؟ أكيد طب تعالوا أسألكم سؤال صهيب يلا اسألي يا سؤال خفيف لون من الزجل بلادي
أبوابه فيها زيادة بلزم له المنبر والدف مع ردات الردادة. أيوه بلزم له المنبر والدف مع ردات الردادة. شو الجواب؟ أحكي لك شو الجواب؟ بتسامحني يا صهيب؟ بسامحك خلص. اسم هو لون فن تراثي فلسطيني لبناني مشترك اسمه القرادي. بغنوه هيك الزجل على على المنبر مع دف وكذا. بدي اياكم تتعلموه وتغنوه وتنبسطوا وتفرحوا بفلسطين وتغنوا لفلسطين. احنا من تلفزيون فلسطين وكل فلسطين بتحبكم وبتسلم عليكم وبتحكي لكم كل عام وانتم بخير. يلا يعطيكم العافيه. الحداي والشاطر يكسب في الحال في السوق وعند الدوار باب المكتب باب الدار جاوب عن لبس الشعار بالحل ومبروك. تفضل ابو حبيب. مساء الخير. يسعد مساك يا رب. كيفك شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الجميع. عرفينا حضرتك. سهير عبد القادر من حطين. من وين؟ حطين. من حطين. يا سلام. في تجمع سكاني من حطين في عدد؟ ايه اكيد. والاسود الاشبال شو اسميهم؟ من وين يعني؟ من حطين هذول؟ لا اولادي يا اسالهم مش اسالهم هم هي اللي بتربيهم وهي اللي بتعلمهم هي بتغرس فيهم اكيد حطين وحب فلسطين واكيد دمنا فلسطين. نريحك ونسألك سؤال وإن شاء الله تكوني على قد الحدث عشان هذول بدك تربحي. إن شاء الله. بدي أسألك عن اسم جبل أنا على كل حال. جبل؟ بس خلينا نجي على بلغة نسمعه. في سينا كبير وجبار ورمال الصحراء محلي وشموخه بنفس الأطهار بالأرض القدس المحتلي وبتلاقيه بجبال النار شامخ والراس معلي وبالجليل له مقدار ومقدس عند الأديان. عيني على هالجبل شو بطلع له؟ شو هالجبل هذا اللي في منه بالطور على اسمه وفي منه بنابلس على اسمه وفي منه بالقدس على اسمه وفي منه بالجليل على اسمه؟ اسمع أعطيك خيارين. خيارين. جبل سيريماي مايكو اللي في موجود في شو اسمه وجبل الطور. جبل الطور. جبل الطور طبعا. جبل الطور. أعطيها أحلى جائزة. هاي مؤسسة فئة ال 100 دولار كل عام وانتم بخير. عاد عليك يا رب السحنة. يا الله يسعدك. يلا صهيب ضايل عندك سؤال انه انت بدك تسأله مزبوط؟ نعم. طب شو رأيك انا فاجئك بحرب؟ فاجئني. ها؟ فاجئني. تعال. ما شاء الله هون لاحظ الدراجات كيف يعني اول اشي المكان والازقة والنقص البنزين والله يعين الناس. تعال يا اخي تسألك تعالي. انت تسمح لحدا ينادى عليك يا صايب؟ ايه؟ ايش؟ الناس ينادوا علينا مزبوط؟ لا. طيب احنا من اللبن. كيف حالك؟ عفوا الحمد لله منيح. شو بدك تساليني؟ بدي اسالك سؤال هلا اذا انا ربحت بيطلعوني على التلفزيون ولا؟ ليه يعني مستحيل تطلع على التلفزيون؟ لا ما انت ما شاء الله عنك كامله مكمله ومحجبه. الله يبارك فيك يا رب واقفه، بس بلكي ما عرفت السؤال بطلع على التلفزيون. خليك تطلع بدون ما تعرف. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله منيح. عليك اولا اسمي انا نيفين عبد الرازق. من وين انت اختي؟ من فلسطينيه. يعني من اي من مخيم؟ من عمقه. مخيم ايش؟ مخيم عين الحلوه. لا لا قصدي من وين فلسطين؟ اي منطقه؟ صفد، جنين، نابلس، حيفا، يافا، عكا. 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 صايب اهل عكا ملاح محترمين. اعطيها سؤال محترم وخفيف لطيف. بدي اعطيها سؤال حلو. اسمعي هو بده يغني وانت لحالك تشوف الجواب. من ارثنا الشعب القديم وموقعه بالسوق بالحسب الخان بتسمعه. طيب بيعلم التاجر لابنه عن صغرته تطلع الكلمات والنبرة معه تطلع الكلمات والنبرة معه. بحنية هاتفت عفاس عفاس. يلا لو انت هسا بالسوق شو بتعملي بالسوق؟ بجيب خضرة وبتسوق. طيب احكي لك شيء اللي بكون يبيع في السوق وصوته طالع شو بيكون يعمل هو؟ ببيع يعني بنادي على الخضرة وبدل عليه هيك بنادي على الخضرة بنادي. نعم. نعم يعني هو نداء الباعة نداء الباعة نداء البيعة الباعة لك غلطها ايه هاي من مؤسسة فاتن كل عام وانتم بخير عاد عليك ويا رب منا ومن تلفزيون فلسطين علينا وعليك يا خيتي واحنا يلا يا رب يلا اما عاد التلفزيون لا داعي للاستعجال لا ترتدن وقع الجد حل اللغز وعد وعد
كنا بعين الحلوة. ايه انهي لي اياها عين الحلوة. وبعين الحلوة وصية قاريها في عيني انه اللاجئ بده يعود الارض الفلسطينية وانه اللاجئ بده يعود الارض الفلسطينية. اوف دعيت الله عين الناس وبعين بدفك ينبوع شيش شلال وبعين ونهينا حلقتك يا حلو بعين الحلو لماءها كله عذاب. ان شاء الله كمان مره يا صهيب احنا بنوعي الجمهور انه نرجع على عين الحلوه. انت بدك تنهي الحلقه عن جد؟ بس بدي ارجع لها. طيب لانه قرب الاذان. اوكي يا الله توكل على الله. اتحدى الحتى وهات الرد لا ترتد نوك على الجد حل اللغز وعد وعد لما بغني لك مواد برنامجنا ولكم فيه خلينا الشعر تأدي هدف الخيرات قدام الرايح والجاي عند البسطة والعرباي بنقدم لغز الحداي والشافر يكسب في الحال.